نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالوناً ثقافياً حول الدراما وصناعة المحتوى، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية ضمن استعداداتها للحوار الوطني. ناقش الصالون عدداً من المحاور أبرزها أسباب تراجع دور الدراما في المجتمع، ولماذا أصبح الكثير منها يبث السموم في عقول شبابنا، وما هي أسباب حصر الأعمال الدرامية في موسم واحد وهو الموسم الرمضاني على مدار أعوام طويلة. كما ناقش الصالون أيضا مع الضيوف أسباب انتشار العنف في الدراما المصرية. العمل الجيد الصادق بيوصل للناس وبيعمل أعلى نسبة مشاهدة سواء في رمضان أو برا رمضان. لكن أنا ملاحظة أنه إحنا بقالنا شوية الناس أميل لأنها تتفرج برا رمضان، لأن رمضان فيه زخم، بيبقى عدد المسلسلات كبير قوي، الإعلانات جرعتها بتبقى زايدة قوي، بتكسر حالة التواصل. وأظن أن ابتدى يبقى فيه توجه أكتر حتى عند الناس وهم بيدوروا برا رمضان، وأنا حابة ده الحقيقة جدا أكتر، لأنه ده بيضمن مشاهدة متأنية للعمل. لما زادت معدلات مسلسلات البلطجة والمعدلات اللي بتصور الشاب المصري ان هو شاب بلطجي وبتاع، شوفنا ده في الشوارع بسرعة رهيبة جدا، وخوفنا على مستقبلنا ومستقبل ولادنا. لما تغيرت وتيرة ده وبدأنا نشوفه بشكل مختلف، يعني انا عايز اقول لحضرتك المسرح المدرسي لما شوفنا مسرحية تقدر اللي تابعتها انا والنائب نادر، اتمنى ان هي تكون على واتشت قريب علشان ولادنا يشوفوها، هتغير في افكارهم حاجات كتير، ودي بداية. المجتمع بدأ يحصل له نوع من السلام الاجتماعي لما زودنا معدل المسلسلات الاجتماعية بطريقة لطيفة وكوميدية وجميلة. احنا النهاردة عندنا مجموعة من المسلسلات جميلة جدا، العيلة دي وكذا اسم يعني من المسلسلات اللي موجودة دلوقتي. كل ده الأسرة وهي قاعدة بتتابع المسلسل ده بنوع ما عندهم من الهدوء النفسي. احنا بنشوف تعاون ما بين كل الجهات في الوقت الحالي انها تطلع محتوى متميز. يعني كان زمان عندنا مثلا مسرح في بعض المدارس الثانوية، مسرح في بعض مراكز الشباب، مسرح في يعني بعض يعني أو كل قصور الثقافة فيها مسارح، بس يعني في أماكن تانية زي بيوت الثقافة ما فيهاش مسارح. إمتى تفاعل الثلاث جهات دول مع بعض؟ إمتى قعدوا على طاولة واحدة يرتقوا بوضع مثلا المسرح المدرسي؟ ده حصل مؤخرا لما شفنا على خشبة مسرح الأوبرا إعلان عودة الحياة للمسرح المدرسي، وكان برضو بالتعاون مع الشركة المتحدة. احنا في بعض المسلسلات او النوعيات من الدراما دي احنا بنفتقدها، وده اللي بيخلي اغلب الناس ممكن يروحوا لحاجات تانية يشوفوها ما تبقاش مؤثرة او ملهاش علاقة بعاداتنا وتقاليدنا كمجتمع مصري. فانا يعني بتمنى ان يرجع قطاعات شبه دي يبقى هدفها الربح وتقديم اعمال درامية جيدة جدا، وده بدأ مع الشركة المتحدة ومنصة واتشت. يعني أنا بقالي فترة متابع المنصة، ابتدى يبقى عليها أعمال مختلفة اللي تروح لفئات اللي هم بيروحوا للمنصات التانية.